حاجة صح. يلا اهلا بكم من جديد. اذا عبر المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان عن قلقه البالغ اذا استمرار تصاعد حمله قمع التظاهرات والحق في التجمع السلمي وحريه التعبير في تونس، مشيرا الى ان السلطات تشن عمليات اعتقال ومحاكمات للنشطاء والمتظاهرين منعا لهذا الحق. ياتي ذلك في ظل تراجع الحريات في البلاد، حيث عبرت نحو 20 منظمه بارزه من بينها الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان والنقابه الوطنيه للصحفيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، عبروا جميعهم عن مخاوفهم من تجريم حق التظاهر. نسال في المشهد اليوم عن اسباب قلق المنظمات الدوليه بشان الوضع الحقوقي في تونس. هل من ممارسات للسلطه تدعو فعلا للخوف من تجريم التظاهر؟ وكيف للسلطات التونسيه ان تثبت بتعكس ذلك في ظل استمرار المطالب بتعديل مراسيم تطبيقية؟ نناقش كل ذلك مع ضيوفنا بعد هذا التقرير لزميلنا نبيل عبداللاوي. واقع الحقوق والحريات في تونس يتسم بالهشاشة، هذا ما أكدته تقارير منظمات محلية ودولية. المنظمات أوعت ذلك لغياب الجانب التشريعي في البلاد والممارسات السياسية على أرض الواقع. عديد القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات لم يقع تحديثها تماشيا مع واقع المجتمع التونسي، من ذلك المجلة الجزائية التي تعود إلى عام 1913 ومجلة الإجراءات الجزائية المحدثة في عام 1968. ورغم بعض القوانين التي وقع سنها بعد الثورة في عام 2011، إلا أن منظومة القوانين ما تزال متخلفة عن المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وفق متابعين. المرصد الأورو متوسطي أعرب في تقرير له عن قلقه البالغ إزاء ما يعتبره استمرارا لتصاعد حملات قمع المتظاهرين والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، في وقت تكرس السلطات في البلاد تجريم هذا الحق عبر اعتقالات ومحاكمات للنشطاء والمتظاهرين، مبرزا تزايد حدة المخاوف بشأن التضييق المستمر على الحق بالتظاهر، سواء على قضايا نقابية أو سياسية أو حتى فيما يتعلق بالحرية العامة. وتشن السلطات الأمنية في تونس منذ مطلع عام 2023 حملة إيقافات واسعة طالت عددا من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وحقوقيين وصحفيين بتهم مختلفة، بعضها على معنى المرسوم 54 وبعضها بما يعرف محليا بتهمة التآمر على أمن الدولة. وتواجه هذه الاعتقالات انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فيما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنها تأتي في سياق حرب التحرير الوطني من الفساد على حد تعبيره. إذن لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال ضيفي من تونس، الأستاذ مختار جماعي العضو المؤسس لمجموعة محامون ضد الانقلاب، ومن لندن الأستاذ جلال ورغي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ مختار جماعي. إذن هذا القلق الذي تتبناه ويتبناه المرصد الأورو متوسطي لحقوق الحقوقي لتصاعد حملات القمع في تونس، هل هناك ما يبرره على أرض الواقع في الفترة الأخيرة؟ ليست هناك من حملات اعتقال كما كانت وكما شهدناها قبل شهور، هل هناك ما يبرر ذلك فعلا على مستوى تونس؟ أهلا وسهلا، كل التحية لك سيدتي ولجميع متابعيك في كل حال العالم، أيضا كل التحية إلى سيد الورغي الذي يتدخل اليوم في مثل هذا الموضوع. طبعا جاء تقرير المرصد في إطار معين من التخوفات التي لم تنطلق ولكنها تدعمت كثيرا، يأتي في جو محاكمات لصحفيين مثل محمد غلاب، سونيا الدهماني، وتتبعات لبعض الصحفيين الأخرى مثل ما وقع بالنسبة للسيدة خولة بوكليم منذ أيام.
أيضا من خلال حملة الإيقافات التي طالبت كثير من النقابيين ومنتمي الاتحاد العام التونسي للشغل وكثير من العمال الذين خرجوا يطالبون بحقوقهم مثل عمال القيروان وكذلك رجال الأعمال وغير ذلك مما يخلق جوا مشحونا. إذن ما يبرر هذا التقرير هو ما تعيشه الساحة الحقوقية التونسية من تدهور لا فقط في انعدام كل أفق لها وإنما في تهديد حتى المكاسب القديمة. أعطيك مثلا على ذلك السلطة السياسية التي جاءت في إطار تكريس مبدأ حرية التظاهر والتي لم تستطع بعد الارتقاء إلى مستوى تقنينه ومنعه لأنها تعجز عن ذلك أصبحت تضيق سواء من خلال منع كثير من الفضاءات وأهم شارع بورقيبة من التظاهر وغير ذلك أو التتبعات التي تطال المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم. إذن يضاف هذا التقرير الصادر عن المرصد إلى مجموعة التقارير التي صدرت عنه منذ 25 جويلية 21 وكذلك عديد التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وكذلك المنظمات الوطنية. تماما، سأعود إليك أستاذ جلال ورغي وأنت مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية. برأيك ما يأتي على لسان المنظمات الحقوقية وأيضا ما تتخوف منه نحو 20 منظمة في الداخل من أن يكون هناك منع وتجريم لحق التظاهر في تونس، هل هناك ما يبرره على مستوى ما تقوم به السلطات التونسية؟ تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام وللأستاذ المحامي البارز المنافح عن حقوق الإنسان الأستاذ مختار جماعي. الحقيقة أنه نعم للأسف الشديد هنالك تزايد للمخاوف التي تعبر عنها المنظمات الوطنية والنشطاء وأيضا تقارير دولية كثيرة لتزايد التضييق على الحريات وحقوق الإنسان في تونس. لعله يعني هنالك مؤشرات واضحة على ذلك، مثلا تقرير حرية الصحافة في العالم صنف تونس في عام 2020 في المرتبة 73. في 2023 تراجعت تونس من المرتبة 73 للمرتبة 121، وهذا يعكس حجم التراجع المخيف والمثير للقلق الذي يرتكز على معطيات اعتقال العديد من الصحفيين، العديد من المدونين للأسف الشديد أحيانا بدون حتى محاكمة. إلى جانب هذا هنالك خطاب حقيقة ضاغط ومهدد ويرهب النشطاء والإعلاميين والساحة السياسية بصفة عامة صادر عن السلطة، فيه الكثير من التخوين، فيه الكثير من التخويف، فيه الكثير من التهديد، خلق مناخ غير صحي مطلقا لانتعاش الحريات وإنما لتراجعها وانكماشها، لدرجة أنه من تجرأ حوكم وطرد والبعض الآخر بات سوء الرقابة الذاتية على نفسه، ما جعل للأسف الشديد المناخ الإعلامي والسياسي في تراجع خطير، وهذا بشهادة المنظمات التي في الحقيقة كانت إلى حد كبير في بداية حتى إجراءات 25 جويلية 2021 مؤيدة ل يعني قيس سعيد، بينما اليوم باتت تحذر وتعتبر أن هنالك تراجع مخيف وخطير في مجال حرية التعبير، حرية الصحافة والإعلام والحريات بصفة عامة. والحقيقة أنه يعني هذا يتناقض حتى مع خطاب السلطة في بعض أوجهه عندما يتحدث عن التحرير. هل يمكن السيد رئيس الجمهورية أن يطالب الشعب التونسي بالانخراط في معركة التحرير بينما
يتم التضييق على حرية الإعلام، يتم التضييق على حرية نشاط الأحزاب السياسية. هل نتوقع من مقيدين، من مستعبدين أن يكونوا أحرارا أو أن يقودوا معركة التحرير؟ تمام. وبالتالي في الحقيقة هنالك ما يعني دلالات ومؤشرات كثيرة تبرر التقارير الصادرة التي تحذر من تراجع ومن انتكاس أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان في تونس. وهذا في الحقيقة يعني للأسف الشديد يعتبر تراجع على مكاسب حققتها تونس بعد الثورة وتفتخر بها. فإذا بنا نعود إلى المربع يعني مربع النضال من أجل حرية التعبير وحرية التنظم وحرية التظاهر، وهذا أمر مؤسف للحقيقة. سأعود إليك البناء. أستاذ ورغي، سيد مختار جماعي، ما تطالب به المنظمات على مستوى الداخل التونسي كان هو أن تكون أو أن تدعى ترفع السلطات القيود عن حق التظاهر والتجمع. لاحظنا في الفترة التي سبقت الانتخابات في 6 أكتوبر الماضي أنه كانت هناك كثير من التظاهرات التي كانت ضد الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة الإدارية. هل هناك إجراءات أخرى فرضتها السلطات بعد حصول قيس سعيد، الرئيس قيس سعيد، على ولاية ثانية؟ أولا أستعير الكلمة التي ذكرها الصديق الورغي الذي وصف الإعلام بتونس أو الفاعلين السياسيين بإجراء نوع من الرقابة الذاتية على أنفسهم، ووسع فيها ليقول إنها نوع من الاستكانة التي فرضها الواقع السياسي. أيضا مع تجدد أو مع تجديد العهدة بالنسبة لقيس سعيد بعد انتخابات انحصر فيها كثير من المكاسب أو من معايير نزاهة الانتخابات مقارنة طبق المعايير الدولية، صار الحديث أكثر فأكثر عن تغور للسلطة منذ أيام تقريبا. في بداية هذا الأسبوع اجتماع مهم أجراه قيس سعيد مع كبرى المسؤولين عن الإعلام الوطني في شخص مدير عام التلفزيون الوطنية والإذاعة الوطنية ودار الصباح والوكالة تونس فريق الأنباء، وكالة الأنباء الأولى في تونس، والذين حثهم ووجه لهم خطاب الحديث عن معركة التحرر الوطني وعن مكافحة الفساد وعن ما يجب أن يقوم. وهذا تدخل سافر في المسألة الإعلامية تزيد من انحصار هذه الحريات، حتى تحول الإعلام إلى الوطني إلى إعلام تطبيلي يثمن السلطة ويسبح باسمها ويغض النظر عن كثير من التجاوزات القانونية التي تجريها، لكي يتحول الإعلام من كونه ينشد أن يكون سلطة في البلد إلى وظيفة تحقق الأهداف التي تسمها السلطة التنفيذية. يضاف إلى ذلك تكوين الملفات وتغول الجهاز البوليس في تكوين الملفات وإجراء التتبعات وإنهاء الإخباريات للنيابة العمومية وحثها على فتح تحقيقات تجاه الصحفيين، بمعزل عن المرسوم المكسب مرسوم عدد 115 الذي يحدد حرية الصحافة في تونس. أيضا وقع تقلص كثير أو كبير في التحركات التي كانت تكاد تكون يومية أو أسبوعية في مستوى الشارع التونسي ما في مختلف المحافظات. إلى كل ذلك يضاف الخوف الذي استشرى بين الجميع والذي نشاهده في وسائل الإعلام الوطنية التي غابت عنها تقريبا الحوارات السياسية، فقط هي عبارة عن تسبيح
بفضائل نظام قيس سعيد، كذلك المؤسسات الخاصة التي أصبحت تتزايد أو تزايد الإعلام العمومي في الخضوع للسلطة السياسية. افتقدنا كل صوت معارض لقيس سعيد على المستوى الوطني. كنت أتمنى أن يكون هذا الحوار الذي يجمعني بك وبالسيد الورغي على أحد المؤسسات الإعلامية الوطنية، ولكن عبثا نقول ذلك لأن هذا أمر مفروغ منه. حينما منذ في فترات سابقة كانت تفتح لنا الأبواب على مصراعيها لنتحاور ولنتجادل نرسل رأي ورأي الآخر، الآن لا وجود لرأي آخر في وسائل الإعلام الوطنية بما خول لنا اتجاه إلى مثل مؤسساتكم الغراء التي نتشرف بالحديث من خلالها للتونسيين. إذن أصبحنا عصر الرئيس الواحد، السلطة الواحدة، الصوت الواحد والإعلام الواحد. سأعود إليك سيد أجمعي. أستاذ الورغي، هذه التغييرات وهذه الاعتقالات التي عرفتها الشهور الماضية، برأيك هل هناك ما تستند إليه السلطة؟ تبدو كأنها في أريحية من أمرها، لا تخشى الانتقادات برغم كل أصوات المنظمات التي تنتقد الوضع الحقوقي في البلاد. هو الحقيقة يعني ما لا نستطيع أن يعني نبرر للسلطة ما تفعله، وبالتالي سؤال هل هنالك ما يبرر؟ ليس هنالك شيء في العالم يمكن أن يبرر التضييق على حرية التعبير وحرية التجمع وحرية التنظم، لأن المجتمعات إذا أريد لها أن تنهض وأن يعني تحقق ازدهارا على جميع المستويات يجب أن تكون حرة، ولا يتوقع من المستعبدين أن يكونوا منتجين ولا مبدعين ولا غير ذلك. وبالتالي الحقيقة الإجراءات التي اتخذت في 25 يوليو جويلية 2021 بالانقلاب على الدستور وحل مؤسسات الدستورية المنتخبة ديمقراطيا، والإجراءات التي تلتها كلها هي التي تفسر ولا تبرر ما يحصل اليوم من أن هنالك سلطة أرادت أن تغلق قوس الديمقراطية والتعددية والانتقال الديمقراطي وتعود بالبلاد إلى نادي الدكتاتوريات ونادي ما يسمى بمنظومة الاستقرار. الاستقرار ليس بمعنى الديناميكية والفاعلية وإنما بمعنى الركود والتحكم والسيطرة. لكن أستاذ الورغي، وجود كل هذه الممارسات ووجود هذه ربما الراحة على مستوى اتخاذ كل هذه الإجراءات والعودة باتجاه خلفي عن الاتجاه الديمقراطي في تونس، هل برأيك سكوت ربما الشركاء الغربيين لتونس عن كل هذه الممارسات هل له خلفية معينة؟ هناك من يتحدث عن أن إمضاء وتوقيع اتفاقات الهجرة كان له مقابل آخر، والمقابل كان على مستوى الحريات في تونس. هو هذا في الحقيقة السؤال يحيل على تقييم تجربة ما بعد الربيع العربي خلال فترة الثورات العربية وما شاهدناه من انتقال ديمقراطي في بلدان وانتكاس في بلدان أخرى. كانت هنالك واحدة من الخلاصات الأساسية أن الحقيقة القوى الغربية في العموم وإن عبرت بشكل أو بآخر محتشم على دعمها للديمقراطية والانتقال الديمقراطي، ولكنها في العموم كانت غير ذلك، كانت مخاتلة وغير معنية تماما بأن تدخل هذه المنطقة يعني حقبة الديمقراطية والانتقال الديمقراطي والتغيير والحريات، وإنما كانت تريد وتفضل باستمرار ولا تزال، وهي تعبر عن ذلك بشكل منتظم، تريد أنظمة تسلطية قادرة على التحكم والضبط من أجل حماية مصالحها، ويعني لعب دور ترسمه هي لهذه الأنظمة، وهذا يحصل. ولعل ما نشهده اليوم في المنطقة على غرار ما يحصل من عدوان على قطاع غزة
وما حاولت القوى الغربية بمختلف ألوانها أن تدعم وتبرر وتقف إلى جانب يعني هذا العدوان، دليل على أن هذه القوى الغربية في الحقيقة ليست حريصة مطلقا لا على تحرر هذه المنطقة من الاسترداد ولا على تحررها من التبعية للقوى الخارجية. وبالتالي وجدت هذه الأنظمة ومنها النظام التونسي في الحقيقة في هذه المقاربة الغربية فرصة من أجل أن تدوس على كل القيم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، وبالعكس وجدت فيها يعني أنظمة يعني تحقق مصالحها تلعب الدور المنوط بها، وهو حراسة الحدود الضفة الشمالية ومنع التدفق المهاجرين غير النظاميين. وبالتالي هنالك تقاطع مصالح واضح، ولعلنا في هذا الحقيقة يجب أن نسجل، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية يجب أن تسجل يعني ضد هذه المقاربة الغربية دعمها للاستبداد والديكتاتورية في المنطقة. لم تكن أثبتت هذه الأنظمة الغربية أنها ليست صديقة الشعوب، ليست صديقة القوى الداعمة المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وإنما هي صديقة أنظمة الاستبداد والتسلط والديكتاتورية. وهذه ليست لا شعبوية ولا تفسير تآمري، ولكن للأسف الشديد كل الوقائع على الأرض تشير إلى أنه هذا هو التوجه الحقيقي لهذه الأنظمة الغربية خلال هذه الفترة. طيب أستاذ مختار جماعي، ماذا عن الساحة السياسية؟ ماذا عن الجمعيات والأحزاب السياسية في الداخل التونسي؟ هل أمام كل هذا ما يوصف من الاستبداد بالسلطة في الداخل، هل يلغي دورها؟ هل انتهى دورها على مستوى الساحة السياسية؟ لا طبعا، هذا أمر لا يمكن التسليم به. الحساسات السياسية والجمعيات ورجالات المجتمع المدني بالنسبة لتونس أمر قديم جدا، من هي محصلة تطور فكري للإنسان التونسي ومحصلة عقود من إصلاح التعليمي وغير ذلك. هؤلاء من حاربوا ديكتاتوريات بورقيبة وانتهت في 87، وحاربوا ديكتاتوريات زي العابدين بن علي وانتهت مع ثورة وساهموا في الثورة وفي خلق هذه الثورة، لا يمكن أن يقع إلغاؤهم بجرة قلم أو بتهديد أو وعيد أو صراخ من أي طرف كان. لا تزال الساحة التونسية، وإن انحسر الأمر بحسب الفترة، لا تخلو الساحة التونسية الآن من مناظرين أشاوس أشداء يدافعون عن الحق. قطاع المحاماة الآن أيضا لا يزال حيا، يدافع عن المسألة الحقوقية ويحضر في المحاكمات السياسية ويفضح البعد السياسي في كثير من المحاكمات. النقابات أيضا على المستويات المحلية تتحرك وتطالب، هناك أقلام حرة تكتب وتعبر وتتخذ الإعلام غير التقليدي مطية لها في التعبير عن رأيها مع انسداد الأفق في الإعلام التقليدي بالنسبة للجرائد أو وكالة الأنباء وغير ذلك. بالتالي يحاول قيس سعيد أن يجعل كل مرفق عمومي في هذه الدولة وحتى مرفق خاصة هي وظيفة تحقق سياسته، والتي تعسفا يسميها سياسة الدولة. رغم هذا الانحسار إلا أن الأصوات لا تزال موجودة ولا تزال تناضل تحت سقف الدفاع المدني والمستوى والدفاع السلمي عن القضايا العادلة. والدليل على ذلك هو تنامي مثل هذه المحاكمات. هذه المحاكمات لم تنطلق من فراغ، إنما هي كانت محاولة لتدشين ولتكميم الأفواه. كلما زادت هذه المحاكمات إلا وكانت مؤشرا على أن حرية التعبير وحرية الرؤى والفاعلين السياسيين لا زالوا موجودين في الساحة.
تماما. أستاذ جلال ورغي، ربما كل هذه الانتقادات لعدم الحق في التظاهر وأيضا تضييق على الحريات كما يتهم النظام التونسي من قبل منظمات الحقوقية، برأيك هل فعلا الشارع التونسي الآن مهتم بأن يخرج ويتظاهر ويعبر عن رأيه؟ الحقيقة أنه بالتأكيد هنالك قضايا عديدة يعني تحتاج توقف، والشارع التونسي يعني يخشى من أن يلاحق إذا نزل للتظاهر والتعبير عن رأيه، ولكن هنالك قضايا حقيقة مخيفة، سواء الوضع الاقتصادي والاجتماعي، سواء الوضع الأحزاب السياسية والتضييق عليها، سواء تراجع مخيف في مجال الحريات والديمقراطية، غياب تداول سلمي على السلطة، غياب رقابة على مؤسسات الدولة عندما تضيق على حرية الإعلام، أنت عمليا تضرب السلطة الرابعة التي تمثل رقابة على شفافية إدارة المؤسسات وتسييرها، وبالتالي تخفض أو تعدم فرص كشف الفساد، مظاهر الفساد، يعني تعدم فرص يعني توفير فرصة للمؤسسات من أن تقف عند أخطائها. في نهاية المطاف هذه المؤسسات، مؤسسات الحكم ومؤسسات الدولة، يديرها أفراد، هؤلاء الأفراد قابلون للانحراف، قابلون للسقوط في الفساد، قابلون للتقصير. من سيراقبهم؟ من سيتوقف عند هذا إذا نعدم فرص حرية الإعلام وحرية التعبير وحرية الرقابة على هؤلاء؟ وبالتالي في الحقيقة نحن إذ نعدم يعني حرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الرقابة، نحن نعدم ضمير الدولة. ضمير الدولة هو المجتمع من خلال مؤسساتها الرقابية التي يراقب بها السلطة وفعلها، والذي يريد فعلا أن يخوض حرب التحرير يجب أن تكون المؤسسات التي يرتكز عليها مؤسسات حقيقية منتخبة بشكل ممثل وديمقراطية، وتخضع للرقابة باستمرار، وتخضع للمحاسبة، وتخضع للتصحيح من قبل المجتمع المدني. المجتمع المدني اليوم في حالة يعني تراجع، في حالة خوف، في حالة ترهيب من قبل السلطة، وهذا في الحقيقة غير بناء وغير مفيد. ولعل أنا سأغامر وأقول أنه إن صح وأن خطاب الرئيس فعلا هو خطاب تحرير وخطاب حكم رشيد، لا يمكن أن يتحقق ذلك من خلال السياسات المتبعة، بل أعتبر أنه هذه السياسات هي عائق أمام الأهداف التي ترفع في خطابات رئيس الجمهورية. تماما. أختم معك أستاذ مختار جماعي، برأيك إلى أي حد يمكن أن تتراجع سلطات خطوة وتترك حرية التظاهر للتونسيين؟ أولا أجد نفسي مضطرا أن أكون متشائمين، لأنه هذا هو الواقع. السلطة السياسية التونسية بين حلين اثنين، إما أن تتراجع عن النهج الذي رسمته لنفسها وبالتالي تفتح أفق الحوار والعودة ومنح حتى نفس ديمقراطي ونوع من الحرية وغير ذلك، وإما أن تواصل في المنهج الذي رسمته لنفسها. ما الذي يحدد امتياز السلطة لأحد هذين المنهجين؟ ما يحدده هو البديل الذي قد تطرحه السلطة. المشكل أنه ليس للسلطة الآن أي بديل عن السياسة التي تنتهجها، هي ليس لها، حتى أن البعض يعبر عن أن ليس للسلطة من برنامج اقتصادي أو سياسي غير بطاقاتي الإيداع التي تتناثر كتناثر أوراق الخريف. يوميا نسمع ببطاقة الإيداع في حق سياسيين، في حق صحفيين، في حق رجال أعمال وغير ذلك. لا يوجد برنامج اقتصادي ينهض ويحرر البلاد من الأزمة التي تعيشها. لا يوجد عقد اجتماعي جديد
يوفقوا بين التونسيين، لا يوجد وعد بحرية الإعلام. إذن ماذا تطرح السلطة غير شعارات شعبوية لتجد أنفسها أو لتصور أنفسها أو لتظهر أنفسها للمواطن العادي على أنها تحارب الفساد وبأن من كان يحكمكم هو المفسدون، وقيام الحوار أو قيام الخطاب على ثنائية نحن الإصلاح وهم الفساد، نحن الوطن وهم الأعداء، نحن من يريدك الخير وهم الشر. لو تبين وجود برنامج اجتماعي سياسي اقتصادي للسلطة لكنا نطمع في جرعة من الديمقراطية قد تنشرها، ولكنها خسرت النخبة المثقفة والنخبة التحضرية. لم يبقى إلا بعض الشعبوية التي تقوم على مثل تلك المناهج في الحكم. بالتالي أجد نفسي مضطرا لأن أكون متشائما، وأعتقد أنه ستواصل السلطة في مثل هذا إن لم يقف لها وإن لم تتحد الأصوات، أصوات الحرية والنقابات والسياسات وغير ذلك. قد نختلف على المنهج، ولكن لابد أن نجمع الآن على كثير من المبادئ، مبدأ حرية الصحافة، حرية الإعلام والمساواة وغير ذلك. مسألة أخرى تجعلنا متشائمين هي أن حتى الأصوات، هذه الأصوات لا تزال تشكو من تفرقة بعد لم تجد تماسكها رغم اتحادها في الهدف. شكرا جزيلا لك أستاذ مختار جماعي، عضو مؤسسي مجموعة محامون ضد الانقلاب، كنت معنا من تونس ومن لندن. شكري لك أستاذ جلال ورغي مدير المركز المغربي للبحوث والتنمية. الشكر الأكبر لكم من مشاهدينا، حتى نعود ونلقاكم في مشهد جديد. نستودعكم الله جميعا، إلى اللقاء.